بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل في صحة جيدة. نقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة وازكى تسليم. طلعت عليكم حبيباتي بوصفة البنيون، محشوق كل الجزائريين، حلوة رائعة جدا، بنتها رائعة جدا. رايحة نعطيكم المقادير تاع 100 حبة تاع بنيون، كذلك تبعوا معايا فقط، رايحين نشوفوا معايا كلش. كذلك رايحة نعطيكم حتى السعر تاع المكونات اللي كنت استخدمتهم في هذا البنيون باش تتحصلوا على 100 حبه. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. نبداو اول حاجه بالغفريت، كما راكم تشوفوا خذيت منه دو باكي من هذا النوعيه تاع كيم. ماذا بكم تخيروا غفريت يكون بالشوكولا فيه الكريمه باش يجيكم بنين. والبسكوي كما راكم تشوفوا استخدمت هذاك البسكوي فينجر، ديت منه كذلك دو باكي، كل باكي فيه ثلث علب من البسكوي. نبدأ هنا يا حبيباتي في طريقة التحضير. عندي هنا حوالي ثلث كيلات تاع البسكوي، كنت رحيته يكون مدشش، ما لازمش يكون مرحي بودر يعني رقيق بزاف. وهنا بالنسبة للغفريت قلت لكم خيروا غفريت يكون بنكهة الشوكولا، تكون فيه هذيك الكريمة، قد ما كنت فيه الكريمة قد ما البنيون تاعكم يجيكم بزاف بزاف بنين. ديت منه زوج كيلات تاع غفريت، يعني كل باكي دار لي كيلة. وهنا يا كيلة تاع كاوكاو محمص ومطحون، كذلك يكون مدشش، ما لازمش يكون مرحي بودر، لازم يكون مدشش في المتوسط. ونحتاجو كذلك زوج علب تاع حلوة الترك، هاي ليكم كيما دات لي حوالي نص الكيلة. بالنسبة هنا حبيباتي مش بالضرورة تقيدوا يعني بلي كونتيتي هذو، فقط تقدروا ديروا ما معينكم ميزانكم. ديت هنا ملعقة كبيرة تاع بودرة الكاكاو البني، هكا باش نكسروا شوية هذاك الحلاوة تاع البنيون تاعنا. صدقوني يعني هذا البنيون بالمقادير هذو ما رايحش كامل، يجيكم محلو بزاف ويقهم. ديت هنا يا 2 ملاعق كبيرة تاع المارغرين كنت ذوبتها كما راكم تشوفوا، وعندي هذه العلبه تاع شوكولا الطلاء كما راكم تشوفوا امامكم. نبدا هنايا نخلط شويه بهذه الطريقه. بالنسبه هنا حبيباتي بالنسبه للشوكولا الطلاء هذيك اوبتيلا، خذيت البوات اللي فيها 350 غرام، يعني كانت كميه قليله شويه. هنا حبيباتي كنت يعني فتحت جيدا هذيك الشوكولا الطلاء اوبتيلا كما راكم تشوفوا، نبداو ندخلو جيدا هذيك الشوكولا الطلاء في البنيون تاعنا بهذه الطريقه حبيباتي. يعني كما كنتو تشوفوا اسهل من هذه الحلوه، ما يعني ما كاش كاينه اسهل منها. ثم رايحين تحضروها حتى هكا جايينكم ضيف على غفله ولا، يعني البنيون هو اسهل حاجه، وكذلك البن تاعو بدون منازع يجي بزاف بزاف بنين كما راكم تشوف. حاولت اني ندخل مليح هذيك الشوكولا الطلاء، كما راكم تشوفوا هنا حبيباتي يعني الكميه هذيك تاع الشوكولا الطلاء كانت قليله شويه قدام يعني المقادير تاع البنيون، درت كميه الله يبارك. دوكا تشوفوا كيفاش نكمل لم البنيون تاعي بالمعجون والعسل، يعني وتحصلت على واحد النكوهات تاع العسل والشوكولا الطلاء وكذلك المعجون تاع المشماش اللي رايح يعطيني بنه رائعه. هنا حبيباتي بديت نلوح في العسل يعني بالكميه ونطم كما راكم تشوفوا هنا حبيباتي، راني كانت كوبالي التصوير ومتولهتش، يعني درت رطل تاع العسل دخلته مليح في البنيون تاعي. وهنايا اديت علبه ولا رطل تاع المعجون بنكهه المشمش، رايح يعطيكم يعني مزيج بين الحلاوه والحموضه، عطالي واحد البنه رائعه جدا. سمحوا لي حبيباتي على الصوت تاعي، يعني راني مريضه شويه هكذاك وحبيت نحط لكم وصفه وما نبعدش على حبيباتي. نتمنى ان شاء الله تدعموا لي الفيديو بجانب، تخليوا لي تعليقاتكم المحفزه، واللي ماهيش مشتركه في القناه نقول لك حبيبتي ما عليك غير تشتركي وتفعلي الجرس هكا باش تتوصلي كل جديد الوصفات. كما راكم تشوفوا بعد ما طميت البنيون تاعي تحصلت عليه بهذا القوام، يعني جا رائع جدا. نجيب هنايا الميزان تاعي، نبدا نكوره الى كويرات. وزنت الحبه الواحده 28 غرام، تقدروا ديروا من 28 غرام حتى ل 30 ولا من 25 حتى ل 30، يعني لهنا الميزان تاع 28 غرام كان هو الميزان المناسب. نكورهم بهذه الطريقه، قلت لكم هنا حبيباتي بالنسبه للمقادير اللي درتهم معكم تخرج لكم 100 حبه تاع بنيون. وهنايا نرجعوا للشوكولا، بالنسبه للشوكولا استخدمت شوكولا بالحليب، النوعيه استخدمت دادا، كنت ذوبت الشوكولا تاعي وضفت لها كل 200 غرام ضفت له حوالي ملعقه كبيره تاع زيت نباتي.
من بعد ما ذوبت الشوكولاتة تاعي كانت دات لي خمس يعني هذيك العلبة تاع 500 غرام، وزدت لها حوالي دو مورسو تاع شوكولا، يعني دات لي حوالي تلحق لكم حتى 700 غرام من الشوكولا. ضفت لهم كمية من كاوكاو محمص أو مطحون يكون متوسط، ما لازمش تديروه رقيق، يعني تصيروه ولا تصفيوه وتنحيو منه كامل هذا الرقيق اللي يهبط من تحت. هذه يا حبيباتي، ونجي هنا نقلاصي وحبات البنيو نتاعنا. طبعا تفرشوا بابي كويسون ولا هكا بابي فيلم، حطيته فوق البلاطو ونبدا نقلاصي في الحبات البنيو نتاعي. انا لهنا كنت يعني صورت ساعة الكمية الاولى درتها معكم يعني وصورتها، من بعد كملت بقية حبات البنيو، قلت لكم خرجت لي 100 حبة الله يبارك. وهنا يا قبل ما يعني تبرد لي هذيك الشوكولا يعني وتجمد، كنت درت لها كتازين شويه من هذيك الفويدر كتازين من الفوق، كما تقدروا ديروا حبه تاع لوز ولا كاوكاو، لكم الحريه، ولا حبه تاع بندق لكم الحريه. وهاي لكم انا حبيباتي بعد ما قدمتهم في الكيسات، جا واحد البني وصدقوني بنته رائعه جدا، يعني اسم على موسى، ما صدقوني البنه تاعو ولا اروع. نتمنى حبيباتي وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للسعر تاع المكونات اللي خرجت لي 100 حبه تسقام لكم من 170 حتى 180 الف باش تتحصلوا على 100 حبه تاع بنيون. نتمنى حبيباتي وصفه اليوم تكون افدتكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها، اكيد رايحه تعجب بكم وتنال الرضا تاعكم. نقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاش يجي طري ويجي يذوب في الفم. كذلك في هذيك القرمشه تاع البسكوي، كذلك مع الكاوكاو، واش نقول لكم يعني كان مذاق من اروع ما يكون. نتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليا بالجام، تخليوا لي تعليقاتكم المحفزه، واش تشتركوا في القناه اذا كنتوا حبيباتي اول مره زرتوني. تهلاو لي في روحكم، نقول لكم السلام عليكم.